بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. هنبدا ناخد النهارده شابتر جميل، وهو شابتر السيتولوجي او ذا سيل. السيتولوجي او ذا سيل لو نعرفه او نفهمه او يعني نعرف التفاصيل بتاعته، هيبقى عرفنا جزء كبير جدا من البيزك ساينسز هي مطلوبه مننا في فهم مقررات الميديسن. يبقى اذا عايزين نركز كده في الشابتر ده بالذات، علشان ده مدخل حلو قوي قوي لدراسه الطب. هناخد النهارده مع بعض السيل ممبرين. البعض يحب يسميها بلازما ليم، ما فيش مشكله، والبعض يحب يسميها بلازما ممبرين، ودي حسب. هناخد السيل ممبرين باللايت مايكروسكوب، بالالكترون مايكروسكوب. علشان نعرفه بالالكترون مايكروسكوب لازم نعدي على المولكيولار ستراكشر، وبعدين نتكلم عن الفانكشن اوف ذا سيل ممبرين. احنا عارفين ان الجسم الانسان بيكون مجموعه من السيستمز. احنا عندنا في الصور اللي قدامنا دي في الريسبيراتوري سيستم، في الدايجست سيستم، ماسكولو سكيليتال سيستم، وفي النيرفس سيستم. لو شفنا الدايجست سيستم هنلاقيه بيتكون من ليفر، ستومك، سمول انتستين. ادي ليفر، ستومك، سمول انتستين ولارج انتستين. الليفر اللي شفناه هنلاقيه بيتكون من رايت لوب وليفت لوب. الرايت لوب او الليفت لوب لو حطيناه تحت اللايت مايكروسكوب، خدنا فيه سيكشن وحطناه وصبغناه وحطناه تحت اللايت مايكروسكوب، هنلاقيه بيتكون من مجموعه من السيلز. نفس الكلام على الماسكولو سكيليتال سيستم، لو اخد فيه سيكشن واحطه تحت الميكروسكوب الاقي مجموعه من السيلز. اللانج اللي شفناها تحت الميكروسكوب مجموعه من السيلز. عايز اقول لو احنا فهمنا الخليه يبقى انا فهمت كل السيستمز دي. هناخد القاسم المشترك ما بين هذه السيلز على اختلاف الوظائف بتاعتها وشكلها والاوريجن بتاعها، هناخد القاسم المشترك بتاعها ونسميه علم السيتولوجي. يبقى دي الخليه، ماليش دعوه بقى هي نيرف سيل ولا ماسل سيلز ولا هيباتوسايت، خليه كبديه. ودي برضو نفس الخليه، مش مهم هي مرسومه ازاي وشكلها ايه، لكن في نيوكليس، في سيتوبلازم، في سيل ممبرين، في اورجانيلز كتيره. انا شايف النهارده عايزين ناخد مع بعض السيل ممبرين. ادي السيل ممبرين. السيل ممبرين ايه هو السيل ممبرين؟ ده الليميتنج ممبرين، ده السور اللي بره، ده الجدار اللي بره، ده اللي بيحدد لي شكل الخليه، ده اللي بيحدد لي ايه هي دي الخليه، كينونتها ايه. يبقى السيل ممبرين ده هو اللي بيعمل لي الخليه، هو اللي بيخلي لي شكلها راوندد، بيخلي شكلها اوفال، بيخلي شكلها كولامنر، بيخليها كوبويدال. كل ده بيجي منين؟ من السيل ممبرين. هو اللي بيفصل الخليه ككائن عن المحيط بتاعها، لان الخليه كائن مستقل. يعني انت عباره عن مليارات او عدد لا نهائي من الكائنات المستقله اللي متعايشه مع بعضها. لو نشوف الخليه باللايت مايكروسكوب قوي ده ما فيش مشكله. ادي اللايت مايكروسكوب، اخذنا سكشن في الليفر، ايه اللي باين؟ عندي مجموعه كبيره من السيلز. يعني دي خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه، واللي انا رسمها بتنور دي خليه. ايه اللي عرفني بقى ان هي خليه؟ وجود النيوكليوس. طب بس انت قايل لي يا دكتور دلوقتي حالا ان السيل ممبرين هو اللي بيدي الخليه شكلها، فين السيل ممبرين بقى باللايت مايكروسكوب؟ لا انا مش قادر اشوفه باللايت مايكروسكوب، حتى لو كبرت لك الصوره برضو انت ما انتش شايف حاجه. شوف الخليه دي، سيبك من اللي انا رسمه، لكن شوف الخليه دي باين خالص ان هي وحده مستقله، ودي شايف وحده مستقله ودي وحده مستقله، لكن فين السيل ممبرين؟ مش قادر اشوف السيل ممبرين. ليه مش قادر اشوف السيل ممبرين؟ لانه فيري ثين. الريزوليوشن باور بتاع اللايت مايكروسكوب 0.2 مايكرومتر، لكن الثيكنس اوف ذا سيل ممبرين بيبقى ايه؟ 7.2 تقريبا، يعني نانومتر، يعني اقل من المايكرومتر بكتير. يبقى يبان باللايت مايكروسكوب؟ ما يبانش باللايت مايكروسكوب الا في ظروف خاصه جدا. يعني ايه في ظروف خاصه جدا؟ يعني ممكن السيل ممبرين ده يبقى شايل على كتفه مثلا حاجه ثانيه، يوم لما يجي يتصبغ في باللايت مايكروسكوب يبان هو الحاجه اللي على كتفه، يبان كما لو كان سيك سيل ممبرين. زي ايه؟ زي الجلايكوكالكس لما انا هشرحها في مكانها. يبقى لو عليه جلايكوكالكس تخينه هيبان باللايت مايكروسكوب، او استخدمت معاها سبيشالستين، كل ده ممكن يبين لي سيل ممبرين باللايت مايكروسكوب في ظروف خاصه جدا. او اخدت السكشن بتاعي اوبليك، ودي طبعا محتاجه منك خيال شويه. المولكولار ستراكشر، علشان اشوفه بالالكترون مايكروسكوب زي ما قلت لكم في الاول لازم نعدي على المولكولار ستراكشر. بيتكون من ايه السيل ممبرين؟ بيتكون من ثلاث حاجات رئيسيه بتاعتنا، الليبيدز والبروتينز والكربوهيدرات. الليبيدز يا اما فوسفوليبيد يا اما جلايكوليبيدز يا اما كوليسترول. جلايكوليبيدز يعني كربوهيدرات مرتبط بالليبيدز، كوليسترول ده نوع من انواع الليبيدز، وبعدين الفوسفوليبيد ده عباره عن فوسفرس ومرتبط بالليبيد. الفوسفرس، الفوسفوليبيد بيبقى شكله كالاتي، ليه هيد وليه تو تيلز. الهيد بتبقى هيدروفيليك والتيلز هيدروفوبيك. يعني ارصها ازاي في السيل ممبرين دي؟ لو رصيت دي ناحيه بره
هيبقى دي ناحيه جوه، بره في فلويد وجوه في فلويد، بره اسمه اكسترا سيلولار فلويد وجوه في السيتوبلازم. طب نعمل ايه علشان نقدر نرص الفوسفوليبيد دي اللي هي المركب الرئيسي في السيل ممبرين جوه السيل ممبرين؟ شوف كده هتترص بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ كل سيل ممبرين عباره عن تو لايرز من الفوسفوليبيد، اللاير ناحيه بره ولاير تانية ناحيه جوه. ليه؟ علشان احط هيدز ناحيه بره وهيدز التانية ناحيه جوه، يقوم دي تبقى هيدروفيلك ناحيه الاكسترا سيلولار فلويد ودي هيدروفيلك ناحيه السيتوبلازم. وفي النص، نص مين؟ نص السيل ممبرين موجود التيلز اللي هي هيدروفوبيك. يبقى انا عندي هيدروفوبيك تيلز دي موجوده في السنتر of the cell membrane، وعندي hydrophilic heads دي ناحيه الايكوس سوليوشن اللي بره بسميه اكسترستيلر فلويد وجوه بسميه سيتوبلازم. لو نشوف الخليه بالشكل ده هلاقي دي النيوكليس وده السيتوبلازم وده السيل ممبرين. نكبر السيل ممبرين عشان نتفرج على الموليكولا ستراكشر بتاعه، الاقي الفوسفوليبيد مولكيولز بتترص بالشكل ده، الهيدز ناحيه يا اما الاكسترا فلويد يا اما ناحيه السيتوبلازم، لكن التيلز بتاعتي بتتجمع في النص. يعني ما كنتش اعرف اصنع السيل ممبرين من لاير واحده من الفوسفوليبيد، لا ما اقدرش. ليه؟ لان كده هخلي التيلز بتاعتي ناحيه السيتوبلازم وهي اصلا هيدروفوبيك، هتفضل طول الوقت قلقانه عايزه تغير مكان. علشان اضمن الاستابيليتي اعمل الفوسفوليبيدز بالشكل ده. طيب لو قسمت السيل ممبرين ده في الوقت ده نصين، يعني اعتبرته ورقتين فوق بعض، بالونتين فوق بعض، وقمت جاي فاصلهم عن بعض، هل يا ترى البالونه اللي بره زي البالونه اللي جوه؟ ايوه بالظبط كده. ما هو بسهوله ببساطه شديده اهو، ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيد وتيل، ودي عباره عن هيد وتيلز. يبقى الهيد والتيلز مرصوصه بره كده والهيد والتيلز مرصوصه جوه كده. لو فصلت بينهم عن بعض هيبقى اللي بره زي اللي جوه. يبقى نقول على السيل ممبرين في الوقت ده سيمتريكال، بس الكلمه دي معكوسه في الكتاب وهنعرف ليه هي معكوسه في الكتاب. يبقى احنا قلنا ان السيل ممبرين متكون من فوسفوليبيدز، كمان بيكون من بروتينز. اول نوع من البروتينز بيقابلني بسميه انتجرال بروتين. يعني ايه انتجرال بروتين؟ يعني بروتين كبير قوي، فبسميه ترانس ممبرين بروتين. النوع ده بسميه ايه؟ ترانس ممبرين بروتين. يعني ايه ترانس ممبرين؟ يعني هو يبدا من اول السيتوبلازم لحد ما يعدي للاكسترا سيلولار فلويد. يبقى المولكيول كبير قوي لدرجه ان هو بدايته في السيتوبلازم ونهايته فين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد، او بدايته في الاكسترا سيلولار فلويد ونهايته فين؟ في السيتوبلازم. ده بسميه ترانس ممبرين بروتين، بروتين عابر، مش للقارات، لا عابر للفوسفوليبيد باي لاير، عابر للتو لايرز اوف فوسفوليبيد. علشان ايه؟ علشان اشغله زي القناه، زي القنوات كده، عايز اعدي حاجه من هنا لهنا يبقى يعدي من خلال هذا الترانس ممبرين بروتين. طب انت الفانكشن بتاعتك ايه يا استاذ ترانس ممبرين بروتين؟ قال لي شوف انا رقم واحد ده اللي بقى لوني احمر ده، انا ليا وظيفه لوحده. وظيفتك ايه؟ هشتغل ككارير بروتين. يعني الكارير بروتين اللي احنا اخدناه في الفسيولوجيا وفي البايوكيمستري عباره عن انتجرال بروتين او ترانس ممبرين بروتين. يس اهو ترانس ممبرين بروتين كل وظيفته انه ياخد المولكيولز دي لما الكونسنتريشن بتاعها هيبقى عالي هنا هيطلعها بره، لما الكونسنتريشن بتاعها يبقى عالي بره هيدخلها جوه. ده السيمبل ديفيوجن، لا ده مش السيمبل ديفيوجن، ده اسمه فاسيليتيتد ديفيوجن، لان لازم يكون موجود فيه حاجه تانية بترتبط بيه هذا المولكيول اللي هو الترانس ممبرين بروتين. يعني احنا بننقل بيه ايه؟ ممكن ننقل بيه الشوجر، ممكن ننقل بيه الامينو اسيدز، شرط ان الكونسنتريشن بتاعها خارج الخليه يكون اعلى من داخل الخليه، يقوم تتحرك لجوه. لو كان جوه الخليه اعلى من بره الخليه هتتحرك لبره. ده بسميه ايه؟ بسميه فاسيليتيتد ديفيوجن. طب انت الوظيفه بتاعتك ايه؟ لا انا نفس الشكل صحيح، لكن الوظيفه بتاعتي مختلفه تماما. انا بنقل الصوديوم، انا في مني يعني مولكيولز بتنقل الصوديوم والبوتاسيوم. ازاي تنقل الصوديوم والبوتاسيوم؟ بحتاج انرجي، يعني بحتاج اي تي بي. لما الصوديوم يتفاعل معايا، لما يكون الكونسنتريشن بتاع الصوديوم عالي ويتفاعل معايا ويقفل لي الثلاث فتحات دول، انا هتحول الى اي تي بيز انزيم. يبقى لما تجيب لي الاي تي بي هكسره لك الى اي دي بي وفوسفرس ويتطلع الانرجي. لما تطلع الانرجي هقوم مقلوب الناحيه الثانيه، مطلع لك الصوديوم ده لبره وجايب لك اتنين مولكيولز من البوتاسيوم. يعني انت قصدك هي دي الصوديوم بوتاسيوم بام؟ يس هي دي الصوديوم بوتاسيوم بام. مين اللي بيعملها لي؟ انتجرال بروتين.
طب انت بتشتغل؟ قال لا انا مجرد لينكر. يعني ايه لينكر بروتين؟ يعني انا ليا دراعين، دراع في السيتوبلازم ودراع في الاكسترا سيلولار فلويد. في السيتوبلازم انا مثبت فيه مولكيولز ناشفه جوه اسمها اكتين فيلامنتس، والدراع اللي في السيتوبلازم انا ماسك في حاجه اسمها كولاجين فايبر. علشان كده الخليه بتاعتي ثابته مكانها، انا مثبت لك الخليه مكانها، علشان كده بنسميه لينكر بروتين. واه لو خسرنا اللينكر بروتين دي الخليه هتنطلق، وده بيحصل في المالجنسي. اما انا بقى فانا شغال ريسبتور. يعني ايه ريسبتور؟ يعني عليا حته كده شكلها ما ينفعش يتفاعل غير مع دي. لو جه مكعب مش هيشتغل، لو جه شكل مخروطي مش هيتفاعل معايا، لكن انا محتاج الليجن ده بالذات وليكن هرمون من الهرمونات علشان يتفاعل مع البروتين ده، وبالتالي هينشط الخليه دي او هيهبطها. طيب يا ترى البروتين ده هيفضل لبره كده ولا ممكن يدخل جوه؟ فيه ده وفي ده. الانسولين بيفضل لبره، الجروس هرمون بيدخل لجوه، يبقى انا عندي هرمونز هتدخل جوه وفي هرمونز هتفضل لبره. لكن مين اللي بيتعرف عليها؟ هي الريسبتورز، والريسبتورز عندي كتيره جدا. طب انت بتشتغل ايه؟ قال لك لا احنا هنشتغل بقى كاستراكشرال بروتين. فاكرين السيل جانكشن؟ اهي دي السيل جانكشن، كان عباره عن انتجر بروتين ناحيه دي، ودي خليه تانية عندها انتجر بروتين وفي بروتين تاني في النص بيتفاعلوا معاه يعملوا لي الاهديرنج جانكشن. اما دي الجاب جانكشن، ده انتجر بروتين وده انتجر بروتين، الاثنين قصاد بعض والاثنين فيهم اوبننج، المولكيولز او الالكترولايتس بتعدي من التو اوبننجز دي من خليه الى خليه، ودي الصوره اللي احنا اعتمدنا عليها في الجزئيه دي من المحاضره. يبقى هنا 6 ميجر كاتيجوريز اوف انتجرال بروتين فانكشن نقراهم بالتفصيل. في عندي نوع تاني من البروتين بسميه بريفرال بروتين. بريفرال يعني ما بيدخلش جوه الفوسفوليبيد بايلير، بيبقى بريفرال وفي الغالب بيبقى جوه الخليه، بطن الفوسفوليبيد بايليرز دي من جوه، لكن اوكيجن اللي ممكن الاقيه منطور بره على الخليه، لكن غالبا الاقيه في ناحيه السيتوبلازم بالشكل ده. ده بسميه ايه؟ بريفرال بروتين. طب هو لا لا ده اسامي ليه، اسامي كتيره جدا. هناخد منها النهارده نوع مثلا اسمه الكلاسترين، اسمه الادابتين. اذا ليه اسامي كتيره قوي، يعني مش كل المولكيولز بتبقى بالشكل الواحد او بوظيفه واحده، لا. طب لو قسمت دلوقتي بقى السيل ممبرين لنصين، هيبقى النص اللي بره زي النص اللي جوه ولا في اسيمتريه؟ يعني السيمتريه لسه محافظ عليها ولا وقعت مني؟ لا طبعا وقعت مني. ليه بقى؟ هنا مولكيولز موجوده هنا ما هياش موجوده بره، يبقى اذا انا هنا فقدت السيمتريه، يبقى السيل ممبرين دلوقتي بقى ايه؟ بقى اسيمتريكال. لكن لما تيجي كمان الكربوهيدراتس وتترسب على الخليه من بره، تترسب ازاي؟ يعني تتفاعل مع حاجه من اتنين، يا تتفاعل مع الليبيد ونسميها جلايكوليبيد، يا تتفاعل مع البروتين وتسمى جلايكوبروتين. عايز اقول لك ان كل الريسبتورز اللي موجوده في جسمنا بتبقى عباره عن جلايكوبروتينز مش بروتين بس. يبقى اذا دلوقتي بقى عندي ثلاث حاجات، ليبيدز بروتينز وكربوهيدراتس. السيمتريه ايه؟ قلت خالص، لان بقى عندي البره موجود الكربوهيدراتس وجوه موجود البريفرال بروتين، يبقى اللي بره بقى غير اللي جوه. على اي حال احيانا الكربوهيدراتس دي تزيد قوي قوي بره الخليه لدرجه ان انا اقدر اشوفها باللايت ميكروسكوب واسميها جلايكوكاليكس او سيل كوت. يتهيألي الخليه متبطنه او متغطيه من بره ببلط ابيض حلو من السكر، ما هو من السكر برده زي الكحكايه دي بالظبط كده، بسميها جلايكوكاليكس او سيل كوت. ادي الجلايكوكاليكس وادي الجلايكوكاليكس، مجموعه من الصور حلوه قوي. لو هنوقف الفيديو عند اي صوره منهم ونتفرج عليها علشان نتفرج على المولكيولار استراكشر والجلايكوكاليكس بالتفصيل، هنلاقي الصور بتاعتنا كده. طبعا اكتر جلايكوكاليكس او اسهل جلايكوكاليكس اشوفها عند المايكروفيلاي. ليه المايكروفيلاي؟ عشان عندي ريسبتورز كتيره قوي بتشتغل في عمليه الابزوربشن. كده سهل قوي قوي ان احنا نفهم ازاي نشوف السيل ميمبرين بالالكترو مايكروسكوب. علشان اشوف السيل ميمبرين بالالكترو مايكروسكوب لازم اسبغ الشريحه بتاعتي بحاجه اسمها اوزميوم تيتراكسايد. هذا الاوزميوم تيتراكسايد لازم ادوبه في الميه. لما ادوب الاوزميوم تيتراكسايد اللي هو ده واحطه في الميه وبعدين احطه على الشريحه بتاعتي، هيروح على السيل ميمبرين. لما يروح على السيل ميمبرين ويجي يترسب الاوزميوم ده، هيترسب على الهيدز ولا على التيل؟ مين اللي فيهم بيحب الميه؟ الهيدز. يبقى يبدا يترسب على الهيدز، يبقى الهيدز دي عماله تاخد الاوزميوم تيتراكسايد اللي انا حاطه هنا، حاطه على الشريحه بتاعتي، يبقى تفضل يترسب على الترسب. لما احط الشريحه بتاعتي تحت الالكترون مايكروسكوب واخد صوره تبان بالمنظر ده. ايه المنظر ده؟ الهيدز بقت
عشان هي هيدروفيلك في اخره الاوزميوم تتراك سايت، لكن التيلز علشان هي هيدروفوبك فما اخدتش خالص الاوزميوم تتراك سايت، والهيدز الثانيه علشان هي هيدروفيلك هتاخد الاوزميوم تتراك سايت. يبقى تحت الالكترون مايكروسكوب هتبقى الصوره بتاعت ايه؟ خط غامق، خط فاتح، خط غامق. يبقى كم خط؟ تلات خطوط، اسميه ايه؟ تراي لامينر ابييرنس. يبقى ايه هو سر التراي لامينر ابييرنس تحت الالكترون مايكروسكوب؟ سؤال يعشقه كل الهيستولوجيست. يبقى تراي لامينر ابييرنس اللي بيبان تحت الالكترون مايكروسكوب ده نتيجه الديبوزيشن اوف اوزميوم تيتراكسايد على الهيدروفيلك هيدز. فهمنا الكلام معناه ايه؟ اون بوث سايدز اوف فوسفوليبيد باي لاير. كلام بقى سهل. يبقى لو قلنا ده سن ميمبرين وده سن ميمبرين يبانوا ازاي؟ بالصوره بتاعتي اهو، شايف التو سن ميمبرينز، لكن الخط الابيض ده هو انتر سيلولار سبيس، اللي فوق ده سن ميمبرين واللي تحت ده سن ميمبرين. ادي خط غامق وادي خط غامق وفي بينهم من بعض خط فاتح، ده بسميه تراي لامينر ابييرنس. ده بيفسر لي او يوضح لي الموليكولار ستراكشر اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. الاثنين دول سيل ميمبرينز، يعني ده سيل ميمبرين وده سيل ميمبرين، كل سيل ميمبرين عباره عن تلات خطوط تراي لامينر ابييرنس، وده تلات خطوط. يبقى اذا ده طبعا ده الاكسترا سيلر فلويد اهو، ده الجلايكوكالكس وده الجلايكوكالكس. ايه بقى الفانكشن اوف سيل ميمبرين؟ طبعا احنا قلنا معظمها، لان معظم الفانكشن اوف سيل ميمبرين ريليتد للبروتينز. عاد الباسيف ديفيوجن او الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي بنسمي البروتين في الوقت ده كارير بروتين. الاكتف ترانسبورت اللي احنا هنشوفه دلوقتي اهو، ده الاكتف ترانسبورت اللي اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن انتجرال بروتين. يبقى ده بسميه ايه؟ اكتف ترانسبورت، واشهرهم الصوديوم بوتاسيوم بامب. لو عندي الموليكيول كبير ما اقدرش اعديه من خلال السيل ميمبرين، فبلجأ لحاجه تانية اسمها فاجوسيتوسيس. عملت ايه؟ لو انا بصيت للصوره دي مره تانية، انا خليت السيل ميمبرين يروح على الموليكيول الكبير ويروح يحاوط الموليكيول الكبير ويقوم واخده جوه الخليه، مدخله جوه الخليه، وبعدين يجي سيستم تاني جوه الخليه ياكل السيل ميمبرين ويطلع لي الكونتنت بتاع السيستم الاولاني ده. يبقى الاولاني ده بسميه فاجوسوم. اكلت حاجه جوه، عملت بق الخليه، اكلت بيه، دخلت حاجه جوه الخليه عشان اعمل لها دايجيشن، محتاج دايجيستيف سيستم، بسميه لايسوسوم. يبقى اللايسوسوم هيعمل لي دايجيشن للكونتنت اللي انا اكلته. لكن لو انا عايز الحاجة دي مهمة للخلية، ادخلها ازاي جوه؟ يعني عندي مولوكيول كبير عايز ادخله جوه الخلية، بس المولوكيول ده مهم للخلية، ما ينفعش اتعامل معاه بالدايجستيف سيستم، ما ينفعش اكله واهضمه باللايسوسوم، عشان كده لازم احافظ عليه او الجأ لسيستم تاني اسمه ريسبتور ميدييتد فاجوسيتوس. زي ما انت شايف كده، ادي المولوكيول اللي انا عايز ادخله، بيلاقي له ريسبتور على السيل ميمبرين. اول ما يروح يتفاعل مع هذه الريسبتورز هيحصل ايه؟ هيحصل ان تعمل ليها حاجه اسمها كوتد بت. هذه الكوتد بت هتفضل تدخل لجوه، كوتد بت هتفضل تدخل جوه 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 لحد ما تنفصل، ونسميها كوتد فيزيكل. كوتد بايه؟ البريفرال بروتين. كوتد بايه؟ بالبريفرال بروتين. ما هو البريفرال بروتين جوه هنا كده على الانسايد سيرفيس اوف ذا سيل ميمبرين، دلوقتي بقى حوالين هذه الفيزيكل، فبسميها كوتد فيزيكل. كوتد بايه؟ كوتد بالبريفرال بروتين. اسمه ايه البريفرال بروتين هنا؟ اسمه كلاسرين. اسمه ايه؟ كلاسرين او كلاتر. مين اللي جوه؟ مين اللي جوه الفيزيكل دي؟ موجود المولوكيول الكبير اللي انا عايز ادخله جوه الخليه، وليكن الجروس هرمون او البرولاكتين او التستوستيرون او اي حاجه كبيره السايز بتاعها اكبر من قدره الخليه على الديفيوجن. طيب دخلته جوه الفيزيكل دي، وبعدين هفكهم من بعض. افك من مين؟ افك المولوكيول اللي انا عايزه من الريسبتور بتاعه، وبعدين اخد المولوكيول بتاعه جوه الخليه واقول للريسبتور شكرا مع السلامه، اتفضل انت ارجع مكانك. يبقى في الفاجوسيتوزيس عندي في حاجات ليها سبيسيفيك ريسبتور، لكن ده مش كوتد فيزيكل، دي سبيسيفيك ريسبتور زي الانتي بادي. لو عندي مايكرو اورجانيزم بالشكل ده او فيروس زي الكوفيد 19 بالشكل ده وعايز ادخله في الاميون سيستم، لازم يكون ليه ريسبتور عندي، ودي فكره الفاكسينيشن. هذه الريسبتورز بسميها انتي بودي. لما يدخل الفيروس بعد كده ويلاقي الانتي بوديز، الخليه بتاعتي سهله خالص ان هي تعمل له انجيشن او فاجوسيتوز وتدخله جواها وتتعامل معاه باللايسوسوم وتخلصني من الكوفيد 19. الحاجه الثانيه النون بيولوجيكال ماتيريال زي الكربون بارتكلز. هذه الكربون بارتكلز بتدخل على الريسبتورز برضو جوه الخليه،
فالنون بيولوجيكال ماتيريال بتدخل without involvement of antibodies receptors. لو لجأت للريسبتورز للكوتد فيزيكل زي الهرمونز اللي لسه حكي لكم عليها من شوية، ايه اللي هيحصل؟ صورة حلوة او مترتبة من 1 لحد 12. نوقف الفيديو ونتفرج على الصورة ونتابع الملوكيول بتاعنا وهو ماشي. دي عملية بسميها البينوسيتوزيس او الدرينكينج اوف ذا سيل، اللي قبل كده كنت بسميها فاجوسيتوز او الايتينج اوف ذا سيل. هنا البينوسيتوزيس وده بيحصل في الغالب في الاندوثيليال سيلز، عايز ادخل فلويد من البلاد ادخله في التيشوز بتاعتي. سهله خالص، اخد البلازما دي او الفلويد ده داخل الخليه وبعدين اطلعه من الناحيه الثانيه، يبقى دي بسميها بينوسيتوز او درينكينج اوف ذا سيل، ودي الصوره بتاعت البينوسيتوز. عكس الكلام ده في الاكسوسيتوزيس. الاكسوسيتوزيس في حاجات انا كونتها جوه خليه ومش عارف اطلعها سيمبلي من السيمبرين، فبلجأ للفيزيكلز دي علشان اطلعها من الخليه. الفيزيكل راحت اتحدت مع السيمبرين والكونتنت بتاعها بقى بره الخليه، دي خليه والخليه ليها سيمبرين وانا صنعت حاجه جوه الخليه اللي هي الترانسميتر، عشان اطلعها بره الخليه بحطها جوه الفيزيكل دي واروح الفيزيكل دي عن جنب السلم برين تنفجر تطلع الكونتنت بتاعتها بره الخليه. لو نبص على التكست بتاعنا ما عدناش محتاجين باللايت مايكروسكوب شفنا ايه؟ ما شفناش. بالالكترو مايكروسكوب تريلامينر ابييرنس، مولكولار ستراكشر، ليبيدز، بروتينز، كربوهيدراتس. البروتينز في منها انتجرال وفي بريفرال. الليبيدز قلنا على 3 انواع، فوسفوليبيد، جلايكوليبيد، كوليسترول. الكوليسترول بيحدد لي درجه نشوفيه السيمبرين. يعني ايه؟ يعني السيمبرين اصلا سيمي سوليد او سيمي فلويد، يعني ما بين الميه وما بين الحاجه الصلبه. علشان اخليه هارد ازود الكوليسترول، لو عايز اقلله اقلل الكوليسترول. خليك فاكر ان الكوليسترول هو اللي بيعمل لي تصلب، تصلب ايه؟ الشرايين. يبقى ليه؟ لانه بيدخل في الاندوثيليال سيلز، يدخل يترسب جواها يخلي السيل ممبرين بتاعها صلب، فيحصل تصلب الشرايين. منين؟ من الكوليسترول. يبقى الكوليسترول هو اللي بيحدد لي درجه الفلويديتي بتاعه السيل ممبرين. هنا بنتكلم عن الهيدروفوبيك تيل والهيدروفيليك هيد بتاعه الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد يديني التريليمينر ابييرنس بالالكترون مايكروسكوب. الانتجرال بروتين او البروتينز، عندي في انتجرال وعندي بريفرال. انتجرال بروتين عرفنا الترانس ممبرين بروتين، لكن البريفرال بروتين ده خلاص قلنا ان هو موجود على الانر سيرفيس واوكيجنال على الاوتر سيرفيس. الكربوهيدرات قلنا ان هو بيعمل الجلايكوليبيدز والجلايكوبروتينز، لكن لو زاد قوي هيعمل السيل كوت او الجلايكوكاليكس وشفناها في الصور بتاعتنا. ايه الفانكشنز اوف ذا سيل ممبرين؟ رقم واحد كيب كونستنت انترستيلر انفايرمنت، هو اللي بيعمل لي الخليه زي ما الجدران بتاعت بيتك هي اللي بتعمل لك بيتك. كيب سيل شيب اوف ذا سيل، يعني شكل الخليه متحدد بالسيل ممبرين. سيلكتيف بارير زي ما احنا شفنا، سبيسيفيك ريكوجنيشن ما هو عليه ريسبتور، ريجوليتري فانكشن قلنا ريجوليتري فانكشن هو بيحدد مين اللي يطلع ومين اللي يدخل. ايه الميكانيزمز اللي بيلجا ليها السيل ممبرين علشان يؤدي هذه الوظائف الرئيسيه؟ قلنا في ممبرين ترانسبورت اللي هو الباسيف ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت، قلنا في فيزيكولار ترانسبورت اللي هو الاندوسيتوز يعني ادخل حاجه جوه، اكسوسيتوز يعني اطلع حاجه لبره. في سيجنال ريسبشن سواء كان خليه لخليه زي ما احنا شفنا في الاول خالص لما كانوا خليتين قاعدين جنب بعض والاثنين لازقين في بعض وبينهم من بعض الجاب جانكشن، وفي الاكسترا سيلولار سيجنالينج زي ما بنشوف في الاندوكراين جلاندز او في السنترال نيرفس سيستم او في النيرفس تيشو. لو بنبص على الممبرين ترانسبورت الباسيف ديفيوجن، ده الكلام في الكيمياء وفي الفسيولوجي مش تبعنا خالص، لكن بالمره في عندنا الاسموز والسيمبل ديفيوجن والفاسيليتيت ديفيوجن. الاندوسيتوزيس ده بقى اللي تبعنا اللي هو الفاجوسيتوزيس والريسبتور ميدييتد والبينوسيتوزيس. وعرفنا الفرق بين الثلاثه ولا ما عرفناش؟ لا عرفنا. الاكسوسيتوزيس يا اما كونستيتيوتيف يا اما ريجوليتد. يعني ايه كونستيتيوتيف يعني ايه ريجوليتد؟ كونستيتيوتيف يعني كل ما كون حاجه تطلع لبره، ماشي، ده اول ما كونها تطلع لبره دي بسميها كونستيتيوتيف باسوي. لكن ريجوليتد يعني اكونها واصنعها واسيبها جوايا واستنى ستيمولس تقول لي لو سمحت انا عايز محتاجه كذا، اقول لها اتفضلي انا كنت مكونهولك قبل كده، بسميه ريجوليتوري باسوي.
الاكسترا سيلولار سيجنالينج قلنا فيه الاوتوكراين. اوتوكراين يعني خلايا بتعمل استيميوليشن لنفس اختها اللي شبهها بالظبط، فبنسمي ده اوتوكراين. يعني ايه؟ يعني انا عندي مجموعه من الخلايا كلهم شبه بعض، واحده منهم بتطلع فاكتور، هذا الفاكتور ياثر على مجموعه الخلايا اللي حواليها اللي شبهها بالظبط ونسميها اوتوكراين اكشن. احيانا يبقى باراكراين، يعني خليه موجوده في وسط مجموعه من الخلايا متباينه، لكن في واحده منهم بتطلع سكريشن. السكريشن دي ما بتوصلش السيركيوليشن لكن بتنتشر حوالين نفسها حوالين السيلز دي، فبتاثر على مجموع الخلايا اللي حواليها، دي بسميها باراكراين. في سينابتك سيجنالينج، في الاندوكراين الاول. الاندوكراين ده اللي هو الاندوكراين سكريشن، السكريشن بتروح عن طريق البلد، تروح للبلد وبعدين تنتشر لكل الجسم علشان تاثر على معظم السيلز اللي موجوده في الهيومن بيد. علشان كده انا بقول لك احنا مجموعه من السيلز عايشه مع بعضها. السيناتيك سيجنالينج ده اللي بنشوفه في النيرفس سيستم. طبعا ده كلام ممكن تقراه، طبعا مهم جدا ولذيذ، وده يعني ايه؟ باسيف ديفيوجن، ما بحتاجش فيه انرجي. الاكتيف ترانسبورت ده اللي بحتاج فيه الانرجي. الفيزيكال ترانسبورت في الاندوسيتوزيس وفي الاكسوسيتوزيس. الاندوسيتوزيس يا اما فاجوسيتوزيس، يعني ما بلجأش للانتي بودي ريسبتورز، او بينوسيتوزيس او ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزيس. يبقى في الفاجوسيتوز عندي فيه ريسبتور ميدييتد وفيه نان ريسبتور ميدييتد او نان انتي بودي ريسبتور ميدييتد. البينوسيتوز او السيل درينكينج اتكلمنا عليه وعرفنا يعني ايه، لو هنقراه هنستوعب اكتر. الريسبتور ميدييتد قلنا بنلجأ ليه امتى؟ لما يكون في ليجند، لما يكون في ليجند يعني بروتين انا محتاجه لجوه الخليه، هيحصل كوتيشن من السيتوبلازميك سيرفيس بايه؟ ببوليوبتيد شين زي الكلاسترين بروتين. بوليوبتيد يعني بروتين صغيره. الخطوات 1 2 3 4 5 6 7 حكيت لك عليها واحنا بنتكلم في الصور. الاكسوسيتوز قلنا فيه كونستيتيوتيف باس واي زي الانتي بودي كده، اول ما البلازما سيل تفرز الانتي بودي تقوم مطلعها لبره. لكن الريجوليتد زي البنكرياس كده بيصنع الكيمو تريبسين جوه الخليه لكن متخزن لحد ما ماكل واحتاجه في عمليه الدايجيشن. السيجنال ريسبشن قلنا في سيجنال سيل تو سيل وفي اكسترا سيلولار سيجنالينج. الاكسترا سيلولار سيجنالينج يا اما اوتوكراين باراكراين سينابتك اندوكراين واتكلمنا عليهم بالتفصيل. تيجوا نلخص المحاضره في كلمتين، تعالوا شوف السيل ميمبرين باللايت مايكروسكوب. لا ما بشوفوش باللايت مايكروسكوب الا في ظروف خاصه. بالالكترون مايكروسكوب تراي لامينر ابييرنس. الملوكال استراكشر عباره عن ليبيد وبروتين وكربوهيدرات. الليبيدز يا اما فوسفوليبيد يا اما جلايكوليبيد. الفوسفوليبيد لها هيدروفوبيك هيد وهيدرو هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيل. البروتينز يا اما انتجرال يا اما بريفرال. الفانكشن اوف السيل ميمبرين بيحافظ على الانترن انفايرمنت، بيحدد لي شكل الخليه، بيشتغل للسلكتيف بارير سبيسيفيك ريجنيشن وبيشتغل في الريجوليشن. الميكانيزمز اللي بيلجا ليها قلناها بالتفصيل. هل نقدر نقول احنا ممكن نستفاد ايه يعني من السيل ميمبرين؟ تعال اقول لك على حاجه. ده ايه؟ ده دوارفيزم. دوارفيزم يعني ايه؟ يعني الجروس هرمون بتاعي قليل. طب ايه رايك بقى ان انا حللت للراجل ده ولقيت الجروس هرمون عنده نورمال، فكرك العيب فين؟ العيب فين؟ في الريسبتورز بتاعته. يبقى مش لاقي ريسبتورز، هو مين اللي مش لاقي؟ الجروس هرمون مش لاقي ريسبتورز ليه على السيل ميمبرين. يبقى البيتويتري جلاند عماله تصنع جروس هرمون وعمال يلف في السيركيليشن، فين الريسبتورز يا اخوانا عشان ادخل جوه الخليه؟ ما هوش لاقي ريسبتورز. يبقى هنا ادور فين للمريض ده؟ لو لقيت الجروس هرمون بتاعه طبيعي ادور على الريسبتورز بتاعته اشوفها اخبارها ايه. عندنا في الدايابيتس في عندنا حالات اسمها ريزيستنس دايابيتس، نفس الفكره بالظبط. الانسولين بتاعي متكون وموجود بصوره كبيره ومع ذلك المريض بتاعي ما بيستجبش للانسولين ده، انا بديله انسولين انجكشن مفيش استجابه. ليه؟ لان الريسبتورز بتاعته ما هياش مظبوط. الام اس كيو عرفنا الاجابات. في الاخر بقول لك شكرا جزيلا على الاستماع، وان شاء الله هيكون لنا محاضره جديده في السيتولوجي المره الجايه ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.